والسؤال الثاني غادي يكون حول الهزيمه اللي تلقاها المغرب الفاسي ضد الدفاع الحسن الجديد. الإصابة ديالي الحمد لله هو سنة ثلاث سنوات ارتحت عليها، ودابا الحمد لله عاد رجعت للفريق ديالي ورجعت التدريب مع الجروب. والهزيمة اللي هزمنا حنا الحمد لله ما غاديينش عليها، واللعابة كاع ما غاديينش عليها، وتاني اللي كنقول مع اللعابة الدراري ما غاديينش على هاد الهزيمة هادي. نتمنى والله نساوها بحال الكرة، وهذا نساوها نفكرو في مقابلة المجموعة ديال الوداد، نتمنى تما ان شاء الله نهدوش ثلاث نقط من الجامعة المصرية، ونتمنى من الله خير وما يحشمناش الحشمة. سي كحل عندك جمهور كبير وكل شيء تسلمنا عليك، شنو ممكن تقول للجمهور سيرتو الجمهور المغربي وسيرتو الجمهور المصري؟ تعرف ان الماس عندها جماهير غفيره، وفي ما مشات تتسول على النتائج وتتبغي النتائج تكون ايجابيه، يعني باش قدرت يعني واش كاين شي امال وكاين يعني الماس تدار هذه الهزائم وتصنف في المراتب الاولى، واش كاين شي امال؟ اول حاجه كنشكر جمهور المصاوي وكنشكركم الحب اللي كبروا اي الحال، وكنتمنى من الله يكون خير ما يبقاش الناس معاهم، كنقول لهم زعما نتفائلوا بخير ان شاء الله، الفريق ديالكم كاين ويقول الكلمه ديالو ان شاء الله. حنا ما راضيينش على هاد النتائج هادوما، راه الجمهور معروف كيبغي الكره وكيبغي اللعابه ديالو، نتمنى من الله خير ما يحشمناش معاه، وان شاء الله نخرجوا معاه بصوره صافيه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا بزاف وتبارك الله عليك.